سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن فيها حكايات كتير جدا، بعضها قديم وبعضها مرتبط بواقعنا النهاردة. اللي مرتبط بزمان إنه الآية دي بتتكلم عن حاجة يمكن كلنا عارفينها، وهي مسألة تحويل القبلة. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 16 شهر أو 17 شهر كان بيصلي للمسجد الأقصى، وكان بيحب ويتمنى إنه ربنا سبحانه وتعالى يأذن له إنه تبقى القبلة بتاعته ناحية البيت الحرام، الكعبة يعني. فضل يدعي ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أذن له بأن تكون القبلة البيت الحرام. لكن مواقف الناس ساعتها ما كانتش واحدة. فيه ناس أهل إيمان ثابتين ما عندهمش مشكلة، القبلة للمسجد الأقصى هيصلوا، للبيت الحرام هيصلوا، مش هتفرق معاهم، لأن هم بيصلوا لله ما بيصلوش لجهة، بيصلوا لله سبحانه وتعالى. فدول أهل إيمان وأهل ثبات. لكن في ناس مواقفها متغيرة، اللي بيدوروا على أي حاجة غلط في وسط الصح الكتير، اللي سماهم ربنا سبحانه وتعالى في الآية السفهاء من الناس. قعدوا يقولوا: الله، هو ساب القبلة الأولانية ليه؟ هي كانت غلط؟ طب لو التانية هي اللي صح، يبقى الناس اللي عاشوا معاه زمان وقعدوا يصلوا معاه فترة طويلة يبقى أعمالهم راحت. فقعدوا يشككوا الناس، وده منهج عقيم، منهج أعوج، منهج سقيم، إن الواحد يبقى عايش على منهج إنه يشكك في الحاجة. هم دول السفهاء من الناس اللي كانوا زمان، وهو اللي نفس المنهج موجود النهاردة عند بعض الناس برضه، منهج السفاهة. اللي تمشي يمين ما يعجبوش، ترجع تمشي شمال ما يعجبوش، تعمل حاجة ما تعجبوش، تعمل عكسها برضه ما تعجبوش. هي دي اسمها ايه؟ اسمها سفاهة. نقصد نقوله انه خد من الآية منهجها. ايه المنهج بتاع الآية اللي بيقول؟ بيقول: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بمعنى ملكش دعوة بكلام الناس، امشي صح، وما تقولش هم اللي يتكلم عليك، يتكلم بالصح يتكلم بالغلط، المهم ان انت تخليك مع الله وتعمل الصح وما تفكرش في كلام الناس.